أنا الآن في الطواف لأجل استكمال باقي مناسك العمرة عن المرحومة الحاجة زكية إبراهيم صالح محامي أم فاروق رحمه الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنها كانت تشهد أنك أنت لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم بها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.